تحياتي لكم، تحياتي للشعب العراقي العظيم. هناك احتمالان لا ثالث لهما على الإطلاق. الاحتمال الأول أن يكون النظام الإيراني نفسه قد تخلص من هذا الرجل لأسباب داخلية، لخلافات، لمشاكل، لاعتبارات. الاحتمال الثاني هو أن تكون إسرائيل قد اغتالت هذا الرجل لأنه تجاوز الخطوط الحمراء المتفق عليها بين إسرائيل وإيران. يعني نحن اليوم نلاحظ بكل بساطة أن هناك اتفاق مثلا بين حزب الله وإسرائيل على عدم التعدي خلف الخطوط الحمراء، الخط الأخضر الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. لا يستطيع حزب الله أن يقوم بعمليات، كذلك إسرائيل لا تضرب حزب الله داخل لبنان، تعطيه الهامش الكامل للتحرك، للسيطرة على الحكومة، للسيطرة على البرلمان، للسيطرة على البلد، على الجيش، على كل شيء، ولكن مقابل حماية حدود إسرائيل الشمالية. وعندما اضطرت إسرائيل لضرب أحد معامل الطائرات في الضاحية الجنوبية في بيروت، أحد معامل الطائرات المسيرة، اعتبر هذا خرقا وسمحت لحزب الله أن يضرب سيارة إسعاف فيها دمى، وكشفت هذا الصحافة الإسرائيلية. هذا يؤكد أن هناك اتفاق حقيقة. كذلك بين إيران وإسرائيل هناك اتفاقات، يعني في سوريا لا يوجد اتفاق على وجود القوات الإيرانية في سوريا، لذلك تضربها إسرائيل، لكن يوجد اتفاق على وجود ميليشيات إيرانية وقوات إيرانية في العراق، هذا متفق عليه مع الولايات المتحدة، مع الغرب، وبالتالي مع إسرائيل. من هنا نستطيع بكل بساطة استنادا لتحليل الواقع وليس استنادا للتصريحات السياسية، استنادا لتحليل الواقع، هذا ما يقوله الواقع، وبالتالي قتل رجل بهذا المستوى في داخل إيران، أنا شخصيا لا أرجح إسرائيل، ربما وارد، ولكن أرجح أن يكون الموضوع مرتبط بخلافات داخلية، بإشكالات داخلية، بمواقف داخلية، بحسابات داخلية داخل النظام الإيراني، والله أعلم.